عند خط البداية يترقب عشرات المتسابقين شارة الانطلاق للجولة الأولى من بطولة الأردن للكارتينج، والتي تقام للسنة الثانية توالياً، وتشرف على تنظيمها الأردنية لرياضة السيارات بهدف اكتشاف جيل جديد من المتسابقين الواعدين. المشاركة فيها كتير عالية، أعلى من هذيك السنة بكتير، وفي عنا مشاركة دولية كمان، إشي كتير يعني مبسوطين عليه. في عنا متسابقين من سلطنة عمان ومتسابق من لبنان، طبعا هم 18 متسابق ككل عم بتسابقوا بأربع فئات. البداية الحقيقية للأبطال في الرياضات الآلية، يؤكد الخبراء أنها تبدأ من سباقات الكارتينج، لهذا جاء التوجه لإقامة هذه البطولة التي تشتمل على 5 جولات، يتخلل تلك الجولات سباقات متعددة للمتسابقين الصغار. إلي تقريبا بسوسين ونص بالكارت، إن شاء الله هلا بجيب المركز الأول، وأنا هلا نازل على الفئة تبعت ميني ماكس، نازل معي 2. رياضة الكارت هي زي ما قلت، يعني واحد بلش كارت وشوي شوي يعني شوي شوي بيطلع للأعلى قبل ما يوصل للمثلا خلينا نحكي فورمولا 1 للرالي. جهود القائمين على رياضة السيارات في الأردن تكللت قبل فترة وجيزة بالحصول على إعفاء جمركي لسيارات وقطع غيار الكارتينج، ما ساهم في الإقبال الكبير على هذه الرياضة المثيرة والممتعة. اتخذنا عدة إجراءات لتشجيع المتسابقين اللي مشاركوا بهذه البطولة، منها طبعا تخفيف العبء إن كان في سعر القطع أو سعر السيارات، فالحمد لله كان في إقبال كتير منيح وكثير عندنا متسابقين جدد كمان يعني دخلوا على هاي الرياضة، ونتأمل أنه يدخل كثير أكثر من هيك ناس تانية. من حلبة جوردن سبيد سنتر، محمد الجبور، بي إن سبورتس، عمان.